المقدمة العريضة اللي عمال تسمعها لنا من الصبح. أبوك ياما ضحى بنفسه علشاننا، وياما موت نفسه في الشغل بسببنا، وكل ده طبعاً يعني غير الواقع تماماً. عاوز توصل لإيه بالظبط؟ بص يا ماما، هو القصة بس محتاجة ترتيب. إيه يا حبيبي مالك؟ متلجلج كده ليه؟ يا أختي العيال حالها مقلوب من ساعة ما الكراكيب جت من البلد. يكونش كان فيها وصية تانية يا سيدي؟ لا يا ماما، مش الكراكيب خالص يا ماما. ولا في وصية حضرتك، وقسماً بالله ما في وصية تانية، ما فيش الكلام ده، ما فيش والله. طنط خلاص يا حسين. عارفين القضية المشهورة بتاعت البنت اللي اترمت من عمارة عالية؟ طبعاً، دي مالية النت والتلفزيونات. بنت اسمها حبيبة الكردي كانت في الجامعة، قام المدرس بتاعها رميها من دور عالي، كان اسمه صفوت مصباح. ايوه هو ده. مالها دي؟ طلعت متجوزة ابوك ولا عاوزة مننا فلوسها يا كمال؟ لا لا لا، الموضوع مش كده خالص. هو ليه علاقة بشغل بابا. بابا كان لسه في الطب الشرعي، ما مشيش. وهو اللي لبس القضية صفوت مصباح. يا نهار اسود! ايه الكلام اللي انت بتقوله يا علي ده؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ لا طبعا، ابوك لا يمكن يعمل كده. أنا متجوزاه ومعاشراه وعارفاه كويس. لا لا لا، وهيعمل كده ليه أصلا؟ عشان الفلوس حضرتك، عشان الفلوس. هو الله يرحمه بقى، المصاريف كانت كتير، الديون أكتر، هو افتكر إنه بيعمل ده عشاننا كلنا يعني. فأبوك يا حسين لف حبل المشنقة حوالين رقبة راجل بريء عشان الفلوس والمصاريف؟ عشان يفضل فاتح بيتين يا حسين؟ لا لا، هو ما كانش فاكر ان هو هياخد اعدام. كان فاكر ان هيبقى حكم عادي يعني. بس لما القاضي قال وقع في المحكمه، وانتوا تاني يوم شفتوه في المستشفى. بس هو ما كانش فاكر ان هو الحكايه ما خلصتش على كده. ليه؟ في ايه تاني يتقال يا حسين؟ هو اما الله يرحمه كان ناوي يطلع من المستشفى على النيابه بالدليل اللي بره الراجل اللي واخد اعدام. وهو كان قلبه حاسس، فاكلنا كل حاجه انا وعلي. فاحنا مش عارفين نعمل ايه، احنا معانا الدليل. مش عارفين نبرأ صفوت ولا كده نبقى بنفضح ابونا ونطلعه بتاع رشوه قدام البلد كلها. بس هي دي الحكايه. شايفين ايه الصح اللي المفروض يتعمل؟ خص عليك يا عم. اشترك في باقات واتشت الشهرية من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية من 149 جنيه و99 قرش.